مقابرة. الأمور المكافأة الفورية اللي بتدوهاني مبسوطين زعلانين مع الدراما وفتنساش بنقدم وجبة مهمة جدا اللي هو الرأس والغنى والمعايا كمان أصوات حلوة قوي الغنى والرأس والكوميديا والدراما فلما تجمعهم في عمل واحد يعني وجبة كويسة لأي مشاهد تجي تتفرج الناس متعطشة للاستعراض أولا ثم الحب ان انا محبوبه الحمد لله رب العالمين وده كيداهم بقى اللي بيحبوها فانا لما برجع المسرح اكيد ان انا يعني انا برضو كنت شغاله في مسرح الدوله قبل كده وكنت مكسره الدنيا وكانت على ايرادات جابته مسرح الدوله انا عجبتهم قبل كده في روايح للدوله فانا عايزه اقول لك ان انا بالنسبه لي يعني في المصايب دلوقتي وان مصر مش فيش لكن مليانه ما شاء الله مليانه خير ومليانه اولاد بلدنا موجود عرب موجود ناس اجانب بييجوا يتفرجوا وبيمشوا يعني انا مبسوطه جدا من رد الفعل بتاع المسرحيه الحمد لله رب العالمين عندي ان يعني خميس وجمعه وسبت وحد بشتغل وبقيت الاسبوع حسب كده الشهر الجاي طلع ايطاليا عشان نسافر الشهر الجاي ان شاء الله شهر 9 ايطاليا عشان هدرب واتكرر وارجع ان شاء الله يومين او ثلاث ايام لا احنا عندنا عروض اتعرض علينا ناس كتير قوي بس لسه عشان احنا لسه فاتحين فمش عاوزين نستعجل على السفر قبل ما نبقى عاملين مؤسسين المكان الاول بالذات ان المكان كان مقفول 6 سنين ويعني انا يعني برضو دي بالنسبه لي مجهود شاق جدا انك انت مسرح المكان مش حيوي ومش الناس مش عارفه مكانه قدرت اقوى موقع فني